185 مركز نداء موجود في تونس يشغل أكثر من 16,000 أغلبهم من أصحاب الشهادة العليا. رغم مساهمتها في الإنقاص من البطالة في تونس، إلا أن المراكز هذه يقع فيها استغلال مبالغ للعاملين كارتفاع عدد ساعات العمل وتدني الأجور اللي لا تتجاوز 500 دينار. هذا أبرز ما ناقشوا صباح اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي خلال ندوة مراكز النداء بمنطقة شمال إفريقيا. حسب الدراسات اللي قامت بها عديد المراكز المعترف بها أنها تعاني من العاملين فيها، خاصة يعاني من ضغوطات نفسية ومشاكل صحية، وكذلك الفتيات خاصة يعانوا من التحرش والمشاكل باعتبارهم الساعة عبر الهاتف. هذه كلها مشاكل لابد من إيجاد حلول لها. وبخصوص القانون المتعلق بترفيع سن التقاعد، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن موقف الاتحاد لن يتغير. احنا مستعدين باش نصلحوا الصعدك الاجتماعية، مستعدين باش نضحوا، لابد أن تكون التضحيات مستوية بين الأطراف الكل، وطرحنا حتى تصور كيفاش. وتم جلسة أمس وقت مع الحكومة، إن شاء الله هذيك بداية الانفراج، وإن شاء الله في المستقبل يتشاور الأخ الأمين العام باش يواصل معناها اتصالاته وحواراته، وعنده لقاء مع رؤساء الكتل في مجلس النواب في إطار هذا الموضوع، وإن شاء الله نوصل حل إن شاء الله. هذا وقام المشرفين على ندوة مراكز النداء بمنطقة شمال إفريقيا بحركة رمزية وهي لبس قفازات ساندوا بها عاملات النظافة، وأشاروا بالمناسبة إلى موعد ذكرى عيدهم اللي باش يكون نهار 15 جوان 2016.